بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفو تايمر شانت، تايمر شانت يعني كيفاش كغلي كذا. هنا يبان لك هذه ديال القفل، قفل هذه بوغ فيرمي، هذه قفل اور. هنا اذا اردت ضبط الوقت، ضبط الساعة اور سي تي فو ريغلي لوغ، فوالا لو ريغلاج دو لوغ اور يعني الساعة. من هنا كتريغل الساعة، ضبط الساعة، وهنا القفل، هنا ضبط الساعة. ايسي كلا هذاك ايسي بوغ فيرمي، فيرمي لا تايمر. ici pour régler l'heure. le 1 et le 2 l'alimentation. le 3 et le 5 et le 4. le 4 c'est le commun. voilà l'alimentation. l'alimentation est le 1 ou le 2. كاين الثلاثة والرابعة والخمسة، الرابعة دائما الكوما. إذا بغيت نريقل للساعة غنريقلها بحال هكا. هنا تحقيق لضبط الساعة، هنا ضبط الساعة، وهنا القفل. ici pour régler les minutes. voilà les minutes. هنا هنا ici pour fermer à clé le timer. ici hour pour régler l'heure. ici minutes pour régler les minutes. هنا لضبط الدقائق. هنا هذا قفل، وهنا hour يعني لضبط الساعة، وهنا minutes لضبط الدقائق. pour régler les minutes. هنا ضبط week، ضبط ايام اسبوع. week ضبط ايام اسبوع. ici pour régler les semaines. week week هي les semaines، ايام اسبوع. week وك ما كتسمعش لكم انا كتبان ليا. هنا قلنا هنا قفل، هنا اور ضبط الساعة، هنا مينيت ضبط الدقائق، وهنا وك لضبط الاسبوع، ايام اسبوع. وك وك سافودير لي سومان، بوغ ريغلي لي سومان لضبط ايام اسبوع. وك ici ساتينينغ، ساتينينغ يعني لي ضبط إعداد الوقت. ساتينينغ، ساتينينغ، ساتينينغ لضبط إعداد الوقت. هاي شنو خلات، هاي خلات لي هنا راح دوك واش تبدل. ساتينينغ لإعداد ضبط الوقت. ساتينينغ شتا إعداد ضبط الوقت بوغ غيغلي لو طون. سي ستينغين، سي تينينغ. لاحظوا كيفاش ولات ملي كورتنا لها. ونسوت جو كليكي سيغ ريسكوت، غنورك على هاد. ثم اضغط على ريسكوت، هنا اضغط على ريسكوت، هاي ريسكوت. من بعد غنشوفو علاش هاد نورك عاوتاني. ثم نذهب الى اور، اور نريد الساعة، ثم نريد نضبط الساعة التي نريدها. يعني كنبقى نورك هنايا باش ندير الساعة اللي بغيت انا مثلا اللي غتخدم فيها التايمر. هنا اور نورك عاوتاني على اور، نبقى نورك على نشوف هذاك اشمن وقت بغيت انا. وهنا كما كتشوفوا هنا
Monday, اثنين, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. يعني هنا أيام أسبوع اثنين وثلاث ورابع مجمع السبت الحد. يعني هنا يعني هذا pour régler l'heure. هذه pour régler l'heure on va cliquer ensuite sur hour لضبط الساعة التي نريد أن تشتغل فيها التايمر. On va régler l'heure pour que le timer travaille. Hour. Alors là, hour. Tout le monde doit être le temps. Et ici, les minutes. Tout le monde doit être le daqa'iq. Maintenant, règle TF3, maintenant, le daqa'iq. Peut-être que tu me fais. Minutes. On va cliquer sur les minutes. Tu vas le marahil. 3 minutes. مثلا بغيت 3 و3 دقائق 3 دقائق هنا المينيت مينيت مينيت الوقت الاول الذي ستشتغل فيه التايمر لو برومي طون و لو تايمر فو ترافاي تي فو مينيت تي فو كليكي سيغ مينيت بور ريغلي لي مينيت مينيت سنضبط الوقت الدقائق هنا الوقت الأول الذي تستغل فيه التايمر من بعد غنشوف فين غنمشي هنا يعني كنمشيو عاوتاني للساتينينغ الساتينينغ الساتينينغ علاش كنكليكي عليها يعني هنا عندنا ريغلي لو بروميي لو طون كو لوغلوج فا فونكسيوني اونسويت اون فا كليكي سيغ ساتين بور كو ريغلي لو طون اوف يعني نضبط هنا نستعمل السايتين وهنا ستخرج لك اوف يعني ستظهر لك اوف يعني لما تظهر لك اوف هذا وقت انطفاء يعني سنضبط الوقت الذي تنطفئ فيه سميتها هذا التايمر يعني هنا عاوتاني غنعاودو داك الطون ديال اللي غتخرج هنا السايتين غتخرج لك اوف انسويت السايتين ثم انسويت اوف لو طون كو لوغلوج فا سو فا لو طون اوف لو طون كو فونكسيون با كي ساغيت يعني الوقت اللي غتوقف فيه التايمر يعني هادي قلنا الوقت الاولاني بروميير طون فا فونكسيوني التايمر انسويت اون فا ريغلي لو طون او ال فا se ferait fermer et il ferait s'arrête donc les rats scout fait yani avec time ثم اضغط على الريسكوت je vais cliquer sur le scout ça aussi هذه اضغط نتورك على الريسكوت كليك سير ريسكوت on est maintenant dans le temps où elle va s'arrêter réglage de temps on va s'arrêter التايمر يعني هنا غنورك على سكوت نضبط نضبط نضغط على ريسكوت ثم نمر الى اور نضغط على اور اور يعني وقت انطفاء الساعة يعني وقت عدم تشغيل الساعة يعني وقت انطفاء اوف وقت انطفاء الساعة On va cliquer sur hour, ça veut dire les heures, pour régler l'heure de timer où il s'arrête. Le temps qu'il s'arrête. Maintenant, on a là le 5. C'est une chaîne, on va utiliser 3 ou 5, maintenant, 3 ou 5 secondes. Et ça, on va faire le 5. Il faudrait اور المهم نكليك على اور درناه هنا في الخمسة نضغط على الساتين يعني الوقت الثاني الساتين الساتينينغ فكليكي سير الساتين بور لو دوزيام طون
على setting rescale الوقت كيصير الثاني. rescale rescale ثم نضغط على rescale ثم نضغط على hour لإعداد الساعة التي تستخدم فيها التايمر hour hour غير les heures hour لكي يصير hour ثم نضغط على minutes نريد اشتغال هاد على التاسعة و جوج دقائق و اثنين دقيقة يعني هنا ها تسعود جوج مينيت او هنا اللي قلنا لي مينيت و غيكلي لي مينيت مينيت دو مينيت مينيت جو بيكليكي سير لي مينيت هنا كذلك نضغط على السايتينينغ وقت انطفاء نضبط الوقت انطفاء التايمر هنا اوف سي اوف وكليكي سير سايتينغ pour régler pour le temps que va s'arrêter l'horloge يعني هنا كليكي على سايتينغ وقت انطفاء نضغط على سايتينغ ونضبط وقت انطفاء التايمر هنا تنظر نقول لك الاور نضغط على اور وقت انطفاء نضبط وقت انطفاء التايمر ثم نضغط على ريسكل ونسويت جو كليكي سيغ ريسكل ثم نضغط على اور يعني وقت اوف انطفاء التايمر اور نضغط كليك يسر اور و ريغلي لوغ اوف لو طون و ايل سارات جو كليك يسر مينيت سافو دير لو طون و ايل فا سارات لورلوج اوف 10 دقائق نقولك على مينيت شتيها ايه مينيت هنا تضغط على السايتينغ هنا من 16 حتى 16 غيخرج لك هذاك سيخرج لك التوقيت الذي اردت انت كليكي هنا كليكي تكليكي 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 جيسكا أبار النمرة 16 كليكي هنا النمرة 16 هنا تخرج لك هنا تخرج لك هنا خرج وقت أوف بحال هكا 5 10 10 10 دقائق أوف ثم إذا أردت أن تكون تشتغل من تلقاء نفسها تتحكم فيها عليك أن تضغط على هذا سميتها تورك على هذه وغتورك على التايمر إذا كليكي إيسي إذا كليكي إيسي يعني سي تي فو لاف أوتوماتيك نسويت إذا كليكي إيسي نسويت جو كليكي إيسي ثم نضغط على التايمر يعني نشوف ذاك الوقت اللي أردت أن أسميته اللي ضبطته هنا ضغطنا على هاد سميتها اون اوتو اوف يعني هنا وقت انطفاء من تلقاء نفسها يعني هنا غنورك على هاد يعني غتنطفى مع 9 و 8 دقائق ثم نضغط غير هنا سيفو ابليكيسيون اوتوماتيك سافا دير كيفا اوتوماتيكمون ترافاي كي توجور ايسي ثم اون هاي وقت اشتغال دائما هنا نورا في هاد البلاصة اشتغال التايمر هنا كتر بو ريغلي تكليك سيغ سات بوطون اوتوماتيك او افيك لا مان او مانيوال اوتوماتيك او مانيوال
شو انت شنو بغيتيها؟ يعني ريغلاج ديالها اوتوماتيك، ريغلي اوتوماتيك او مانيوال. Si tu veux régler en nouveau le temps, tu vas cliquer sur reset. Je vais vous dire que 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 ça veut dire si tu veux régler encore un. C'est régler un temps. هنا ندخل الحار في رقم واحد تايمر الحار والحار سيذهب إلى رقم ثلاثة. ici le phase va numéro 1 et va en numéro 3. ندخل الحار إلى رقم واحد ورقم ثلاثة. البارد يدخل إلى رقم اثنان ويذهب إلى اللمبة الأولى واللمبة الثانية. لو نوتخ فا نيميرو دو إي فا بوميير لامب إي لو دوزيام لامب. رقم أربعة السلك الذي يذهب إلى اللمبة، ورقم خمسة السلك يذهب إلى اللمبة. عندما تشتغل هذه تنطفئ وتشتغل تشتعل هذه. elle va travailler cette lampe ensuite elle va s'arrêter ensuite elle va travailler cette lampe. نعاودها الثاني. هنا قلنا الفاز غيمشي للواحد وغيمشي للثلاثة، النوتر غيمشي للجوج وغيمشي النوتر ديال البولة الأولى والنوتر ديال البولة الثانية. الروتور ديال البولة الأولى غيمشي للربعة والروتور ديال البولة الثانية غيمشي للخمسة. هادي غتخدم واحد شوية وتطفى وهادي غتشعل باش حتى هي غطفى تشعل هادي، مرة طفى هادي مرة تشعل هادي. لو نواغ لو فاز الأسود حار كما في الشكل رقم واحد ورقم ثلاثة. هاهو الأسود رقم واحد ورقم ثلاثة، حار رقم واحد ورقم ثلاثة. لو فاز لو نواغ نيميرو أن أونسويت إلي أون شانت لو نيميرو 3. هاهي واحد وثلاثة حار. البارد رقم اثنين هاهو البارد بلو زرق رقم اثنين. لو نوتر وهاد ديال البول روتور دو لومب رقم اثنين. دي هنا استعمل فقط وحدة درتها وحدة رقم اثنين زاد الرسول ديال البولة. والسلك الأصفر رقم أربعة ديال اللمبة. يجي هنا نمي إيسي دو فاز دون لو أن أنسويت دون لو تخوا. فاز ديناه الواحد وديناه الثلاثة. رقم جوج الخيط الأزرق دينا رقم جوج اللي هو النوتر البارد، ومن هنا خرج من نفس الخيط هاو مشى اللمبة اللي هي هادي. والخيط الأصفر رقم أربعة الروتور ديال اللمبة، خيط رجوع اللمبة ضوء الرام شتي بحال هكا كنبرونشي فهم دابا. يعني هنا ما استعملتش انا جوج بولات، درت لك بولة واحدة. يعني هنا هادي اليمينيتها، الا كنتي غدير جوج بولات راه غتزيد غتزيد من هنا ومن هنا كما وريتكم قبيلة. لو فاز لو ان
Et la 3. Le neutre. Le 2. Le 2 aussi avec le neutre de la lampe. Le numéro 4. Le jaune, le retour de la lampe. Et où est-ce? دابا انت ركز على قبوله واحده. هنا الفاز مجال الواحد ومجال ثلاثة، النوتر جال الجوج، ومن الجوج خرج البوله، ورقم ربعة الرسول ديال البوله هو الصفر. مفهوم؟ دابا بعد تركيب الكهرباء نضغط على ريكول اربع ضغطات. جو في كليكي سيغ ريكول. ها هو قفل 4 fois. 4 fois. Et qui 4 fois sur l'école. On a droit à la head, à se mettre on, off. On, voilà, la lampe est allumée. Off, la lampe est éteinte. Voilà, regardez cette bouton. Il est rouge. Ça veut dire qu'il est on. Regardez la lampe. Ça veut dire qu'il est allumé. Maintenant, on va regarder la on. ولا شعلات وشعل هاد الاحمر هنايا، بان راه كيبين لك بان البوله شاعله. كليكي سيغ ريزيت ريست ريزيت. اذهب الى ريزيت ضبط الوقت، ثم ساتينين. اذهب الى ساتينين اعدادات. كليكي سيغ ساتينين ساتينين، ثم نذهب الى رينكول هنا. ليتس كول. نتركه على دقيقة. نبا سير ليتس كول ريست ليسي سير اون مينيت. نذهب إلى اورز، نريد أن يشتغل على العاشرة. نبا كليك سير اوس فير سي ديزور اون مينيت ترافايي لوغلوج. ريغلي سيغ 10 اون مينيت. نضبطها هنا، نضغط على اورز، ثم نضبطها على العاشرة ودقيقة، ثم نضغط على مينيت. نريد ان يشتغل على العاشرة ودقيقة. جو فو كو سات اورلوج ترافاي سيغ، جو في كليكي سيغ مينيت، سافو دير اون سول مينيت اي 10 اون. جو فو كو لورلوج ترافاي 10 une minute. Je clique sur minute. Et je veux que l'horloge travaille 10 heures et une minute. On a droit à la une minute. Pour que je tire le timer à chaque fois. D'accord. Tout le monde a vu le setting et les dates. Je vais cliquer sur setting. Setting. ستخرج لي اوف هنا، يعني وقت انطفاء التايمر. ريل كول، جوي كليكي سيغ ريل كول. سوف نضغط على ريل كول. ريل كول نضغط على اور، وقت انطفاء التايمر. نضغط في العشرة ودقيقة. وركنا على هنا. جوي كليكي سيغ اور. Je vais régler sur 10 heures et 1 minute. Lors de que l'horloge s'arrête, c'est notre droite à la hour ou on a droit le temps à la chara ou à l'heure de départ à timer ou à d'arrière. Je vais cliquer sur minute et je vais faire le temps de off le timer. 10 heures et 2 minutes. يعني غندير نضغط على مينيت ونضبطها في وقت انطفائها في العاشرة ودقيقتين. ثم ساتين ساتين نكسر ساتين إذا دات. ثم الوضع الثاني، يعني نشتغل الوضع الثاني. جو ترافاي نوتر اوتر ايتاب رينكول او ريكول. كليكي سيغ ريكول، نضغط على ريكول لإعداد الوضع الثاني، ثم نضغط على أورز. هاي عاشرة
ثم نذهب إلى مينيتس، نضغط على مينيتس، يريد أن يشتغل على 10 و3 دقائق في الوضع الثاني. هاي je vais cliquer sur minutes pour le laisser sur 3 minutes 10 heures ثم نضغط على setting 3 minutes. Je vais cliquer sur setting on off le temps que l'horloge s'arrête setting ثم نضغط على recall off ثم نضغط على hour نعدوها في 10 هذه hour. Je vais cliquer sur les heures. هذه قلنا وقت انطفاء ثم نعدها في العاشرة هنا نضغط على مينيت 10 و4 دقائق مينيت ليز اور جي كليك سيغ مينيت جي في ريغلي سيغ 4 مينيت اوف 4 مينيت ليز اور اي 4 مينيت يعني نضغط على مينيت ثم نضبطها على 10 و4 دقائق ثم نضغط على التايمر تايمر نضغط على تايمر جو في كليكي سيغ تايمر ايسي اي فوالا لوغلوج اي اون مارش مارش مثلا اي ترافاي اليمي ا 10 3 مينيت اي فا سو ديكلونشي ا 10 14 مينيت التحقيق اللي درنا لها هو 10 ضبطناها على 10 و3 دقائق مشتغلة ستنطفئ بعد مرور بعد 10 و4 دقائق بالنسبة لك على الكهرباء راه صافي خدام بعيد السلام عليكم بعيد ورحمة الله وبركاته يا دابا سيس قرب دابا ستيفن سيجل ياك والله صافي